حسام دقدوق عنده اصابه خفيفه كلوب مسكولير دونك خيرت اني رتحو بالنسبه لحسام دقدوق دونك خيرت اني رتحو باش يكون ان شاء الله نرسل في مع المجموعه ان شاء الله ما ثم كان الخير لبس خرج ديجا لبس عليه ان شاء الله. بالنسبه للاعب وليد القروي وعمر براوي. والله وليد القروي وعمر براوي عمر براوي من شهر مارس. بالنسبه لوليد القروي ان شاء الله في ثلاثه اسابيع يكون موجود ان شاء الله مع القاضي يتمثل برشا الشفاء ورجعت هويكا الحمد لله يا ربي. واللاعب حسين بن علي. حسين بن علي ينجي من هنا لاخر الاسبوع يكون في اول اسبوع جاي يكون في المجموعه ان شاء الله معنا بشويه ان شاء الله سيسوا عليه عنده دونك ليزيون ميسكولير سيسوا عليه.